دكتور حسام، هتكلم على المستوى اللي ايه توزيع الادوار جميل وما فيش كلام، وانه اكيد في مسؤوليات تصلح للست في تربيه الاولاد، مسؤوليات تصلح للست ومسؤوليات اخرى تصلح للراجل، يعني لايقه عليه او تتناسب مع طبيعته، لانه طبيعه الست غير الراجل. لكن تبص تلاقي في ستات تقعد تشتكي طول الوقت وتقول لك سايب لي كل حاجه، رمي لي هم العيال، ما انا مع العيال اللي نار، هو دريان بحاجه ما بيشاركنيش. اول ما الراجل يجي يدخل يبتدي هيشاركها، طب الولد بقى نعمل كذا، لا 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 ما تتدخلش في تربيتي لو سمحت، ما تبوظليش اللي انا بعمله. طب انت عايزه افتح الباب ولا اقفله؟ لا ايش فهمك انت اصلا؟ انا هو زي ما قال الدكتور انه وجود الراجل، الدكتور ابراهيم، وجود الراجل هو في تصوري لابد ان يكون لاعلاء نموذج القدوه. الراجل ده يعني مهابه راجل حتى للولد والبنت، القدره على ان انا اواجه لو في مشاكل، احس بالامان. تمام. الام دورها انساني ابعد شويه، يعني حتى باعتبار ان انا راجل بتاع اتصال سياسي، حتى لو بصيتي للزعماء اللي يحيروا العالم، يعني ادولف هتلر مثلا، هتلر والده كان شايف انه مش هينفع في التعليم في السياسه، فدخله، يعني كان هو عايز يبقى فنان تشكيلي، يدخل يبقى رسام، فكان بيحاربه في كده، هو عايزه قائد، عايزه يدخل جيش. المهم في الاخير مامته هي اللي ساعدته انه يدخل كليه فنون جميله. تمام. تخيلي انه هتلر حتى قبل ما ينتحر بساعه لقيوا عنده في نفس المكان في المخبأ بتاعه في برلين صوره والدته. والصوره دي كان بينقلها في كل مكان. وكتب في كتابه كفاحي انه لولا امه. كتير تشرشل مثلا، وينستون تشرشل والده كان شايفه مش نافع في السياسه، وكتير من العباقره بقى اللي اخترعوا، فالام دخلت برضه في جزء بناء الشخصيه من الناحيه الانسانيه. الامام الشافعي كانت امه تاخده وهو صغير من ايده وتوديه تحفظه وتعلمه، وطه حسين وكلهم، في اديسون لما مشوا من المدرسه وقالوا مش نافع، امه كانت مؤمنه بيه جدا، متأثر جدا بحساباته وكلامه بوالدته. مين؟ سياده الريس. يا سلام، نموذج عنده المرأة، عشان كده هو بيهتم بالمرأة. علاقته كانت عالية جدا بوالدته، ودايما في خطاباته بيأكد على الكلام ده، وكان طبعا